وأما الذين سعدوا رب العند منهم ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وأما الذين سعدوا رب اجعلنا من السعداء ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقلنا ده تعبير يعرفه العرب يدل على طول البقاء والدوام. إلا ما شاء ربك، الله يعني إيه إلا ما شاء ربك؟ يعني ممكن ما نخلدش فيها. برضو ابن الجوزي ذكر ستة أقوال في هذه المسألة، والراجح إلا ما شاء ربك وقد شاء ربك ألا يخرجهم. طب ليه ربنا قال لنا إلا ما شاء ربك؟ علشان تعرف أن الجنة من فضل الله عليك ولا تنالها بعملك. تقولش يا رب لا ده ناخد بقى معلش أنا إيه عملت، أنا عايز الجنة وده حقي. لا يا ابني ده بمشيئة ربنا، لو شان يخرجك من الجنة هيخرجك، لأن أعمالك مهما عظمت لا تستحق بها دخول الجنة، إنما يدخل الناس الجنة برحمة الله عز وجل. فلو شان يخرجهم لا أخرجهم، لأنك عبده وصنعته سبحانه وتعالى يفعل بك ما يشاء تبارك وتعالى. فحتى يدرك أهل الجنة أن الجنة من فضل الله عليهم، ولذلك طمأنهم بقوله عطاء غير مجذوذ. الله يعني إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، وبعدين يقول عطاء غير مجذوذ يعني مقطوع، يعني ما العطاء متواصل دائم. طب ليه يا رب قلت إلا ما شاء ربك؟ عشان تعرف دائما إن الجنة وإن الجزاء من فضل الله عليك. ولو شاء الله لا وأخرج أهل الجنة من الجنة لما عارضه أحد. يعني تقول ده حقي، لكش حق عند ربنا إلا اللي هو ربنا تبارك وتعالى جعله حقا لك، كما قال في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وما وهل تدري حق العباد على الله؟ أن يدخلهم الجنة إن فعلوا ذلك. هل للعبد حق على الله؟ ملوش في الأصل، إنما لما ربنا ذكر ذلك صار له هذا الحق. يعني عرفنا إن ربنا لأنه هو من فضله سمى الكلام ده حق، فقلنا تبعا لقول الله إن ده من حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة، لكن كله بفضل الله ومشيئة الله وإحسان الله لعباده. ازاي قدرة ربنا لا تحكم مشيئة ربنا؟ ليه فرقت بين القدرة والمشيئة؟ مشيئة ربنا من قدرة ربنا خلاص، لا يمكن لشيء يصد هذه المشيئة. لا يمكن نقول ان قدرة ربنا غلبة على مشيئة ربنا، لان المشيئة يعني قريبة من معنى القدرة. بمشيئة الله، بمشيئته وقدرته. نعم، رحمته الأول وهي من الرحمة، وهذا يعكس رحمة الله. نعم، بس يعني ما تظلموش يا عبادي. أيوة تمام. لا انا عملت كده تفضلا على يعني ربنا. بالظبط بالظبط بالظبط، هو ده، هذا الامر من تفضل الله على عباده. علشان ما تفتكرش انك هتاخد الامر ده يقينا، ده هو من فضل الله. تشعر دائما بالامتنان وشعور ان الله احسن اليك، وتكون دائما في حب لله عز وجل على هذا الفضل والإحسان، ما تقولش عملي أبدا، إنما هو بفضل الله عليك. فضل. على سبيل المثال. أيه بالضبط.
اعلموا أنه لا يدخل الجنة أحدكم عمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، تشكش في بطلان ما هم عليه هؤلاء الكفرة، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، كأنهم ألغوا عنهم وبيعبدوا كحال آبائهم وأسلافهم الذين على الباطل، وكان ينبغي أن يترفعوا عن هذا الباطل ويستجيبوا للحق. اوعى تمشي على العادات والتقاليد، اوعى تقول لي سلو بلدنا سلو بلدنا، لو على الحق نتبعه، على الباطل نرميه وراء ظهورنا. في ناس بتقدس العادات والتقاليد كأنها تعبدها، فإذا عرض ذلك بشرع الله قدم العرف على شرع الله، وده كان اللي بيعمله الكفرة. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، قالوا إن وجدنا آبانا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. مفيش عقل، مفيش نقاش، انصياع أعمى لعادات وتقاليد فارغة ملهاش قيمة. يعني العادات والتقاليد مش هتدخلك الجنة، يعني إنما التزام بأمور باطلة زي الموالد والشركيات اللي بتحصل والمقابر. وديك تتكلم ولا تهوب نحو القضية يقول لك لا تراث، ده تراث. تقول له انتوا كده بتشوهوا صورة الإسلام، الناس شايفاكم عمالين تطوفوا وتعملوا حاجات منكرة، يقول لك ده تراث. ما هو نفس كلمة عادات وتقاليد. طب ما تراث باطل يا ابني، ما ترميه ورا ظهرك، يعني ايه التراث ده؟ ما التراث منه خير ومنه باطل. يقول لك ابدا. احنا حتى بعض الناس يقدم يعني فكر الفراعين على فكر على مبدا الاسلام، يقول لك احنا فرعنا يا ابني انت مسلم، يقول لك لا انا تبع الفراعنه. ده الفراعنه دول يعني فئه كبيره منهم طبعا اللي حاربوا الانبياء وما كانوش مؤمنين زي فرعون وقام، يقول لك لا بس احنا برضو ايه العرق الفرعوني. طب العرق الاسلامي احسن يعني. لا هو يعني حتى لو كان الشرك يقدمونه على الاسلام للتعصب الشديد للعادات والتقاليد، انما المسلم الحق يوازن هل العادات والتقاليد منسجمه او لا تخالف الاسلام، يبقى نتمسك بها ومفيش منها اي مشاكل. مخالفه للاسلام يبقى خلاص كأنها لم تكن، كأنها لم تكن. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال لهم وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. كل حاجة تخالف الإسلام تحت رجلي إيه دايس عليها. وقال أو الربا أضعه من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، يا عباس لو ليك فلوس عند الناس خلاص ليك راس المال، بس الربا كله موضوع لده من الجاهلية اللي الإسلام أبطلها. ما قالوش بقى رسول أنا عندي ملايين خلاص انتهت، فأسقط كل ما يخالف الإسلام. إن إحنا بدام في شريعة إسلام نبذنا كل شيء يحكمنا إلا شرع الإسلام. في بقى حاجات أعراف وبتاع، أعراف طيبة جميلة ما فيش منها مشاكل، لكن الأصل الإسلام. كل ما يخالف الإسلام تقول تحت رجلي موضوع، مش تقول أصل بقى الناس وأصل العادات وأصل تعارف بقى. يبقى أنت فين الإسلام؟ لازم نقدم الإسلام على كل شيء. هم كانوا بيعبدوا كما يعبد آباؤهم من قبل، خلاص خدوا بقى جزاءكم، وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص، هياخدوا جزاءهم كامل نتيجة عنادهم وتمردهم على الحق واتباعهم الأعمى لدين الآباء والأجداد.